والله القصف صار معناتها حوالي معناتها تقريبا الساعة 12 ونص ظهري، معناتها ناس في حياشها معناتها مستريحين واللي مروح من عملها من هاك تشوف معناتها عائلات وعيلة مساكين، عيلة كتيب العائلة متاعها تسكر عيلة تام. عددهم كان معناتهم ما يتكلم راجل ومراه واربع صغار، معناتها زوز بنات وثلاثة اولاد، ممكن حاجه خمسه حاجه زي هذه، زوز بنات صغيرين معناتها واحده عمرها خمسة سنين ستة سنين والثانيه عمرها سبعة سنين، معناتها هذو اول زوز ضحايا مطلعوهم من تحت الارشاد والحديد. الله اكبر.